نرحب بأحمد أشكور، أحد الفاعلين جمعية مدينة مارتين وأحد مؤسسين جمعية الحياة مدينة مارتين. كيفاش قربنا من هذا حفل تاع تخرج الفوج السابع؟ شكرا لكم على الاستضافة بمناسبة حفل تخرج المستفيدي ومستفيدات دار المسيرة، دار الحي المسيرة بمارتين، التي تشرف عليه جمعية الحياة بمارتين، جمعية رائدة والتي أسست سنة 2010 وظلت في ريادتها على المستوى المحلي والإقليمي. وخلال مجموعة من المواسم التي حضرنا فيها فيما يخص تتويج خريجي وخريجات دار المسيرة، نلاحظ تطور ملحوظ وجد كبير للجمعية في أدائها وفي عدد الخريجين هذه السنة. كما صرح سيد رئيس الجمعية أن العدد وصل إلى 450 مستفيد ومستفيدة، 450 مستفيد ومستفيدة، عدد كبير جدا، يستحقون كل الدعم والتشجيع المادي والمعنوي بهذا الخصوص. كملاحظة هي جد مهمة أن هاد الخريجين والخريجات كاينة واحد اللجنة ديال المصاحبة ديالهم، فجأني الرئيس بهذا المعلومة أن كاينة هاد اللجنة ديال المصاحبة ما بعد التخرج تقوم بمصاحبة الخريجين وخريجات دار المسيرة، وصرح بأن تقريبا 35% من الخريجين والخريجات يعني اندمجوا في سوق الشغل، وهذا ما نأمله في جمعية الحياة وفي دار المسيرة وفي باقي الدور النشطة في هذا المجال. وتحية للجمعية والسيد عبد الخالق المهود ولجميع المؤطرين للجمعية ولكم أيضا. شكرا.